تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق مثل ما عودناكم مواضيع طبية صحية، أمور تهمكم وتفيدكم، ونعرض لكم أهم إنجازات هيئة الصحة بدبي. حياكم الله في البرنامج. نفس ما نذكركم كل مرة، مشاركاتكم تداخلكم ويانا يهمنا ويثري البرنامج. نتعرف على متطلباتكم، على الأشياء اللي تحتاجونها، لأن هذا هدفنا، نوصل للشيء اللي أنتوا تبونه وحتى أكثر. عندي بداية أرحب فريق العمل وياي اليوم في البرنامج: الإعداد يوسف سعد، الإخراج وياي اليوم عيسى سبيل، مقدمتكم دكتورة عاش البسطي. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. مثل ما عودناكم مواضيعنا مختلفة تهمكم وتفيدكم. عنا موضوعنا اليوم التغذوي بيكون عن فيتامين دي، موضوعنا الفقرة الصحية بتكون عن كبار السن وشيء يأثر وايد في صحتهم، واليوم إن شاء الله بتكون عندنا تغطية لفعالية التشين هيلث، وبيخبرنا بيكون ويانا في التغطية زميلنا محمود يوسف بيغطي الفعالية إن شاء الله، وبيخبرنا عن المفاجآت بعد اللي خبرنا عنها يوم الأحد اللي طاف. خبرنا عن مفاجأتين إن شاء الله خلال هالأسبوع، إن شاء الله اليوم بيخبرنا عنها. بداية أرحب فيكم وأقولكم حياكم الله. أرقام التواصل ذكرناكم فيها، حياكم الله. مداخلاتكم استفساراتكم تهمنا وتفيدنا، وكذلك توصل الأشياء اللي أنتم محتاجينها منا عشان نوصلها لكم. بداية نبتدي بالفقرة الصحية اللي هي الدراسة اللي عودناكم كل يوم عندنا دراسة معينة. اليوم الدراسة تهتم بكبار السن، أو عندنا مثل ما نقولهم كبار المواطنين. مشاهدة كبار السن للتلفزيون بانتظام تقلل من أو تأثر على أدمغتهم. درس علماء كلية لندن الجامعية تأثير مشاهدة التلفزيون بانتظام في الحالة الصحية لكبار السن، واكتشفوا أنها تأثر سلباً في قدراتهم العقلية وكذلك في ذاكرتهم. وتفيد مجلة Scientific Reports اللي نشرت نتائج هالدراسة بأن الباحثين اكتشفوا أن مشاهدة كبار السن للتلفزيون بصورة منتظمة لأكثر من 3 ساعات في اليوم تخفض بصورة ملحوظة قدراتهم المعرفية وجودة ذاكرتهم مقارنة بأقرانهم اللي نادرا ما يشوفون التلفزيون. كما لاحظ الباحثون أن هذا التأثير السلبي يظهر بوضوح أكثر لدى الذين أظهروا قدرات معرفية عالية وذاكرة جيدة في البداية. وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة استمرت 6 سنين في متابعة الحالة الصحية لنحو 3600 بريطاني من كبار السن. يعني أول شيء اختبروا قدراتهم العقلية قبل حتى ما يدخلونهم للدراسة، وشافوا قدراتهم العقلية عالية مقارنة بسنهم. والدراسة استمرت 6 سنين، يعني شافوا أثر التلفزيون على إذا كان يعني 3 ساعات، أكثر عن 3 ساعات في اليوم مشاهدتهم للتلفزيون بشكل مستمر لمدة 6 سنين متواصل. والدراسة 3600 يعني غطت نسبة كبيرة من كبار السن، حيث قسمهم الباحثون إلى مجموعات. تتألف الأولى من كبار السن اللي يشاهدون التلفزيون أقل من 2.5 ساعات في اليوم، والثانية يشاهدون التلفزيون 2.5 ساعات إلى 3.5 ساعات في اليوم، والثالثة من 4 ساعات إلى 7 ساعات في اليوم، والرابعة تألفت من كبار السن اللي يشاهدون التلفزيون أكثر من 7 ساعات،
وخضع جميع المشتركين خلال سنوات الدراسة لاختبارات دورية للذاكرة والذكاء. وأكدت نتائج هاي الاختبارات أن مشاهدة التلفزيون بصورة منتظمة مدة 3.5 ساعات أكثر يوميا يمكن أن تسبب تراجع القدرات المعرفية والعقلية وضعف الذاكرة لدرجة تصل إلى النصف. الدراسة وايد يعني مهمة من ناحية ما بس لكبار السن، هاي للجميع، بس هم الدراسة قطوها لكبار السن، يعني قدراتهم العقلية نزلت للنص، يعني ما بشيء بسيط، شيء كبير. يعني الواحد بدل ما يتذكر فرضا 10 كلمات أو يتذكر شو مستوله في اليوم كامل، بيتذكر بس نص اليوم شو مستوله. يعني نسبة كبيرة من قدرات الشخص العقلية وايد تأثرت. أكثر ناس تأثرت اللي هم يشوفون التلفزيون معدل 3.5 ساعات اليوم. سبحان الله، يوم نقعد نشوف التلفزيون صح في برامج تكون توعوية نقدر نركز فيها أو نقدر تنمينا أكثر من أنها بس نشوفها كتسلية، وناس وايد تقولها كضياع وقت، المفروض ما نستخدم بعد هاي الكلمة نضيع وقت فيها. بس تبلد عقلي وأنا قاعد بس أشوف أو أني أستمر بس أشوف الساعات طويلة في اليوم، ومعظم الأشياء اللي بشوفها أشياء يمكن تكون مكررة أو أفلام معينة أو مسلسلات معينة بس أكررها، والمدة 3.5 ساعات يعني ما سويت أي، وثلاث ساعات ونص تقريبا هذا ربع اليوم أو أكثر عن 3.5 ساعات يعني ربع اليوم أو نص اليوم في ناس تقعد بس أنها تشوف التلفزيون، وخاصة لكبار السن. يمكن يقول لك أو الأهل في البيت يقولون شو عنده، ما عندي شيء، ما يقدر يسوي شيء. بالعكس، كبير السن يقدر يسوي أشياء وايدة، عنده هوايات وايد يقدر يسويها، ينمي فيها. يمكن هالأشياء ناس وايد نسيتها، أو ما بقولكم نسيتها بس ناس وايد ما تطبقها، اعتمد أن خلاص كبرت ما أقدر أسوي فبقعد بس بشوف التلفزيون. هالشي يقلل من قدراتي يوم بعد يوم، بس أول ما يبتدي يمارس الأشياء اللي يسويها، أشياء ما أقولكم أن لازم تكون وايدة، بس أشياء بدلها 3 ساعات ساعة ساعتين أشوف التلفزيون فيها، 3 ساعات الثانية أو الساعتين الزيادة بسوي فيها أشياء ثانية، هواية معينة. كبار السن بالنسبة لهم إذا بيطبخ طبخة هو يحبها، هو واقف قاعد حد يساعد فيها، سبحان الله حتى قدراتهم الذهنية تزيد. زيارة لأحد من أصدقائهم أو زيارة لجيرانهم، ذكرياتهم السابقة، الكلام وياهم، سبحان الله هاي الأشياء ما بس تأثر على عقلهم، على ذاكرتهم، حتى على نفسيتهم، ثقتهم حتى بنفسهم تزيد، سبحان الله حتى ذاكرتهم تزيد، لأن يبتدون يذكرون أشياء ويحركون تفكيرهم أكثر وأكثر بدال القعد فترة طويلة على التلفزيون، أو ما بقولكم بس التلفزيون، الحين الأجهزة الإلكترونية كلها. ذكرت من قريت الدراسة مقولة قالها الشيخ محمد الله يحفظه، اللي هي لا أحب أن أرى أحدا ليست له هواية أو رياضة أو شغف في الحياة. البطالة ليست فقط في الوظيفة، البطالة تبدأ من الفكر. يعني هالشي وايد كبير، يعني ما قلل من سالفة الهواية أو الشغف أو الرياضة، بالعكس عطاها أهميتها، وصراحة أي واحد يهتم فيها سبحان الله قدرات العقلية تزيد، تسوي شيء تحبه، تسوي شيء ينمي ذكائك، تبقي تطورة لأن شيء نابع منك. يعني سبحان الله الكلمة صح، أن البطالة ما بس بطالة الوظيفة، البطالة حتى بطالة الفكر. وهاي الدراسة صح شملت كبار السن، بس بالنسبة لي عمميتها على الجميع، لأن سبحان الله أي واحد، فنبدأ من الصغار حتى اللي عندنا في البيت، أن حتى ساعات قعدتهم على التلفزيون نحاول نقللها، في أشياء يقدرون يمارسونها تفيدهم أكثر، تنشطهم أكثر، تفتح مجال تفكيرهم أكثر، حتى أسلوبهم بتلاحظون أنه يختلف، سواء كبار سواء شباب أو سواء صغار. بس سبحان الله كل ما عودنا الصغار من البداية على هالشي تعودوا عليه،
كبروا عليه، ونفس الشيء لما يكبرون. الله يحفظهم كبار السن عنا، يمكن تلاحظون فئة كبيرة منهم يرفضون يقعدون فترات طويلة على التلفزيون أو يقعدون فترات طويلة، بتشوفونهم يعني يا يشتغلون يا يتحركون في البيت، يا يسوون يا يوقفون على شغلة معينة في البيت. حتى لو نقولهم ارتاحوا وقعدوا، خلاص اتعودوا على هالنمط من الحياة اللي هو في حركة أكثر، في مزاولة أشياء أكثر في الحياة. هاي دراستنا لليوم، أعتقد أنها تفيد ناس وايدة. والبداية الواحد ما ينتظر أن يكون كبير في السن عشان يطبقها من الحين، أنه يقلل قعدته وايد على الأشياء الإلكترونية، يمارس هواياته اللي فيها شغفة أكثر. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وردي لكم مواضيع مهمة تفيدكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في برنامج صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعة نور دبي. حياكم الله. أذكركم مرة ثانية برقم التواصل ويانا 6005551414، وعلى الرسائل النصية 4006. موضوعنا الأول كان بخصوص مشاهدة كبار السن للتلفاز لأكثر من 3 ساعات وحتى لتوصل ل7 ساعات، تأثر على أدمغتهم وحتى على ذاكرتهم. ني على الفقرة الثانية اللي هي التغذوية. عندنا فيتامين معظمنا يمكن لاحظ أنه ناقص عنده، اللي هو فيتامين دال. الناس ابتدت تكثر ثقافتها في الفيتامين هذا وتتعرف عليه أكثر وأكثر، لأن لاحظنا أو لاحظوا أن نسبة كبيرة يمكن العائلة كلها عندها نقص في هالفيتامين، مع أن يعني المصدر الأساسي له موجود عندنا في بلادنا وبكثرة بعد. بس يوميا بالنسبة لي كطبيبة أسرة يعني أشوف تحاليل نقص في فيتامين دي أو الصفة بشكل يومي عندنا في العيادة بشكل يومي. يعني نسبة كبيرة من المجتمع يعاني من نقص في الفيتامين. وثاني شيء، ابتدوا الناس يثقفون أكثر فيه ويبون يعرفون بدايل للأدوية تخصها بفيتامين دي، وعشان نرفع من نسبة فيتامين دي. فيتامين دي له أهمية كبيرة في الجسم، مو بلأن فيتامين بسيط. سبحان الله، كل فيتامين له أهمية في الجسم، كل شيء بسيط له أهمية في الجسم، بس فيتامين دي له أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للعظم. الآلام الجسم، هالأشياء كلها تتأثر مع فيتامين دي. اليوم إن شاء الله بنحدثكم فيه في فقرتنا التغذوية. تكونوا ويانا اليوم الأستاذة شيماء قائد من هيئة الصحة بدبي، بتكلمنا عن فيتامين دي، مصادر الغذائية وأهميته. صبحت الله بالخير شيماء. صبحكم الله بالخير والسرور دكتورة عائشة. هلا شيماء. كلنا عارفين بخصوص فيتامين دي. نعم. والناس ابتدت تبغي تعرف أشياء وايد عنه، خاصة أن نسبة فيتامين دي يعني نسبته قليلة عند فئة كبيرة عندنا في المجتمع، سواء صغار سواء كبار، فولا أهمية الكبيرة في الجسم. في ناس وايد تبغي تعرف بعد مصادر الغذائية وأهميته بالنسبة للجسم. طبعا دكتور عائشة، نحن طبعا نرحب مستمعينا وراح أدردش لهم الحين عن فيتامين دال، أهميته، دوره، وأسباب نقصه، وكيف نحن نعوض هذا. طبعا في كثير وايد من النقاشات مثل ما قلت في دراسات تدور حول أهمية الفيتامين دال وأسباب نقصه. عشان كذي لازم نتعرف ونعرف المستمعين ما هو دور فيتامين دال، شو أهمية فيتامين دال. طبعا فيتامين دال يساعد على امتصاص الكالسيوم والفسفور من الأمعاء. يعني إذا كان في نقص في فيتامين دال، الجسم ما راح يستفيد من الكالسيوم والفسفور اللي نحن نتناوله عن طريق الغذاء. أيوة. مع الكالسيوم مع الفسفور ومع فيتامين دال نكون خلايا العظم. فإذا في نقص فيتامين دال راح يكون مشكلة عندنا، مشكلة في العظام. للأطفال ممكن يكون مشكلة الكساح، للكبار يكون مشكلة هشاشة عظام أو ضعف في الكتلة العظمية. فيتامين دال أيضا بيساعد على أن ينشط جهاز المناعة. يعني الإنسان لما يشوف أنه يأخذ كفاية من الفواكه من فيتامين سي ومع هذا مناعته ضعيفة، ممكن يكون نقص من فيتامين دال.
فيتامين د يقاوم نشاط الخلايا السرطانية، يعني فيتامين د يساعدنا على أن نحن نحمي جسمنا من هذه الخلايا السرطانية. فيتامين د أيضا ينظم الإنسولين بالدم، فإذا نقصه ممكن يؤدي إلى مرض السكري النوع الثاني، وأيضا ينظم الضغط في الدم، فهذا الدور الكبير اللي يلعب الفيتامين د في الجسم. إنزين، فأسباب عرفنا دوره ونقصه يؤدي إلى ماذا. فعشان كذي نقول ونلخص للمستمعين، وطبعا المستمعين الحين يسمعون يقولون هات الزبدة من الموضوع، نبغى نعرف كيف نرفع مستوى فيتامين د، نقولهم مصدر رئيسي للفيتامين د النسبة العالية نجيبها من فيتامين د هو المصدر الرئيسي هو الشمس. نتعرض للشمس بقدر الإمكان مدة 10 دقائق ربع ساعة في اليوم، نعرض مو فقط الوي، نعرض الوي الكفتين أو الذراع للشمس. وطبعا الأشياء صح نحن مثل ما قلت في بلادنا موجود الشمس على طول السنة، لكن أحيانا في أشياء تأثر على أن جسمنا يستفيد من أشعة الشمس هذه، مثل الغبار الموجود بالجو، مثل مثلا أحيانا الرطوبة تأثر، أيضا لون البشرة تأثر على أن نحن كم نكتسب من أشعة الشمس هذه. والوقت أصلا الوقت اللي مفروض نتعرض له للشمس هو الوقت تقريبا من الساعة 9 و10 صباحا لين الساعة 3 ظهرا. هالوقت في الغالب نحن نكون بالمكاتب أو بالبيوت نحمي نفسنا من حرارة الشمس، لكن هالوقت اللي مفروض نحن نتعرض فيه للشمس عشان نكتسب كفاية فيتامين د. شيء ما ممكن ممكن تخبرين عن الأقضية اللي تحتوي على فيتامين د؟ ايوه الحين جاي اتكلم بالموضوع الحين بالنسبه خصوصا لمجال التغذيه. في مجال التغذيه نحن راح نكسب فيتامين د بس مش كميات كفايه، بس في اغذيه تكون عاليه بفيتامين د مثل المنتجات الحليب، والحليب منتجات الحليب تكون عاليه بفيتامين د، عندنا الاسماك الدسمه مثل التونه السالمون تكون عاليه بفيتامين د، صفار البيض ايضا يكون عالي بفيتامين د، فهذه الاغذيه تكون عاليه بالفيتامين د. لكن نفس الوقت نقول ما راح ناخذ كفايتنا من فيتامين د عن طريق الغذاء، فنحن نحتاج نتعرض للشمس كفايه وبالوجود الاغذيه. في بعض الاغذيه حاليا في الجمعيات او في السوبر ماركت يحصلونها ان هي مدعمه بالفيتامين د، حبوب الافطار ايوه مثل بعض انواع الاجبان تكون مدعمه اكثر بالفيتامين د، فممكن نتناول هذه الاشياء. شيماء بس نصيحه نصيحتي لكل إنسان يعاني من نقص شديد لفيتامين د يرجع للعلاج الدوائي، يرفعه بعدين يثبته عن طريق الغذاء والتناول أو التعرض للشمس. صح، لأن الناس وايد يمكن توقف الأدوية عشان بس تأخذها بغذاء، بس بعد تحتاج الأدوية في هذا الشيء إذا كان النقص وايد شديد. شيماء قائد أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك شيماء على مداخلتك. شكرا لك دكتورة، شكرا يا بيك. شكرا. شكرا شيماء. هاي فقرتنا التغذوية أعزائنا المستمعين، وهي شيء مهم بالنسبة للجميع خاصة فيتامين د، ونفس ما قلنا لكم نسبة كبيرة عند النقص في الفيتامين. الحين بننتقل وياكم لزميلنا محمود يوسف في تغطية مباشرة من فعالية هيلث تشين وإعلان عن إطلاق مبادرتين. صبحك الله بالخير محمود. دكتورة وصباح الخير على جميع المستمعين، نحييكم مستمعين الكرام من يعني الفستيفال أرينا، هذه المنطقة التي تحتضن إطلاق مبادرتين بإذن الله من أضخم المشاريع في هيئة الصحة بدبي. هذا المشروع اللي بنتحدث عنه، المشروع اللي هو في البداية هو إطلاق الجيل الثاني من برنامج شريان. الآن نتحدث عن برنامج شريان اللي عارفينه هو برنامج التراخيص الطبية في هيئة الصحة في دبي. اليوم هنالك مشاريع جديدة في جيل ثاني مختلف تماما. أنا ما بتحدث عن هذا المشروع كثر ما بخلي الدكتور مروان الملا معايا موجود هنا. دكتور اليوم نبغى نقول لكم مبروك مقدما، ننتظر إطلاق هذا المشروع. تعطينا يليت إذا نبدأ سريعة عن هذا المشروع، يا ترى ما الذي يميز شريان في هذه النسخة الجديدة من اللي تحاولون تطلقونها بعد قليل؟
السلام عليكم أخوي. نحن فخورين اليوم بإطلاق مدخل جديدة من شريان، هو نظام رصيد إلكتروني الأول من نوعه في العالم، يعتمد على تقنية الذكاء الصناعي والبلوكتشين وإنترنت الأشياء. هدفنا تعزيز رحلة المتعامل ومكن المهني الصحي أن يقدم على التراخيص حتى لو من خارج الدولة، واجتياز جميع خطوات التراخيص بفترة قياسية، وأن يوصل دبي ويمارس عمله في القطاع الصحي بأسرع وقت يعني. طيب دكتور، إذا ما بتكلم أنا عن الفوائد اللي بتجنيها هيئة الصحة بدبي من خلال إطلاق هذا النظام، يلي تعطينا بس أهم المميزات الجديدة في هذا النظام. أهم المميزات أن فيها تقنية الذكاء الصناعي وتقنية البلوك تشين، نربط قاعدة البيانات اللي عندنا مع نظام التراخيص في الجهات الثانية. بيكون عندنا سجل دبي الصحي الأول من نوعه في المنطقة. نحن هدفنا استقطاب الكفاءات الطبية والمحافظة عليها. شو يعني سجل دبي الصحي دكتور؟ يعني الدكتور لما يترخص يكون عنده ملف موجود عندنا، حتى لو انتقل لمكان ثاني أو رجع بلاده يقدر بعد يعني يفتخر أنه يكون موجود في سجل دبي الصحي، يقدر يرجع يترخص في نفس اليوم بدون أي تعطيل أو إعادة تقديم المعاملة من أول وجديد. بعد نفس الوقت يعني إحنا نعتمد على استخدام الذكاء الصناعي، البيانات الضخمة اللي نحن نحصلها من هذا النظام راح يساعدنا في اتخاذ القرار بصورة أسرع، معرفة الاستثمارات وين المناطق الواحد يقدر يستثمر فيها بطريقة أفضل، وراح يساعد القطاع الصحي من كل الجوانب يعني. إذا السرعة في عمليات الترخيص ممكن تكون دكتور أسرع أظني بثلاثة أو أربع مرات من الوضع الحالي، أيضا بما أن نحن نستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذا أعتقد أن النظام هذا بيكون شغال 24 ساعة على مدار الأسبوع يعني 24/7. ايضا شو الاشياء دكتور، نسبه الدقه كيف راح تكون في هذا النظام؟ راح تكون نسبه الدقه كبيره طبعا، يعني 90% إلى 100%. المتعامل يقدر يقدم على الطلب وياخذ النتيجه المبدئيه من النظام باستخدام تقنيه الذكاء الاصطناعي. يعني احنا عندنا اللوائح اللي عندنا مثلا عن ترخيص المهنيين الصحيين ادمجناها في النظام، فالرد يكون على طول في نفس الوقت بطريقة سريعة. جميل. إذا دكتور يعني أقدر أقول أن هذه المنصة هي المنصة الأولى عالميا اللي ممكن أنها تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين. نعم نعم، الأولى من نوعها اللي هي فيها الذكاء الصناعي والبلوكتشين إنترنت الأشياء، يخدم المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية، وبالإضافة بعد فيها نظام الإجازات المرضية ونظام التفتيش ونظام الاختبارات. دكتور نحن دائما لما نطرح مثل هذه التقنيات نتحدث عن أمن المعلومات وعن الشفافية في عملية يعني إصدار هذه الوثائق أن تكون موثوقة 100%، فكيف راح يحقق نظام شريان هذا الموضوع؟ طبعا نحن معتمدين على أحدث تقنيات الأمن الإلكتروني، الوثائق اللي تطلع من النظام تكون موثقة بكود معين، الواحد يقدر يرجع ويشوف من النظام ان هذا الوثيقة طلعت من النظام نفسه يعني. والبلوك تشين نفسه يعني او من ميزاته القوية انه ما تقدر تزوره ولا تقدر تزيفه، يعني هذا شيء موثوق، فهذا بعد تقنية قوية راح تساعد على الأمن الإلكتروني للنظام. اللي يهمنا أو يهمكم أنتم كمدراء دائما تبحثون عن تقليل التكلفة والكفاءة المالية. أبغى أتكلم عن هذا الموضوع دكتور، لأن أنا أعرف آلية عمل نظام شريان الحالية راح تكون مختلفة تماما عن الآلية القديمة. طبعا تقليل التكلفة راح تكون على التنظيم الصحي وفي نفس الوقت على المهني الصحي والمنشآت الصحية، يعني الكفاءة بتكون على جميع الجهات. 50% من المعاملات راح تكون باستخدام الذكاء الصناعي، فيها يعني رد تلقائي من النظام، فهذا راح يوفر الموظفين ونخليهم يعني يركزوا على المعاملات الثانيه اللي نخلصها في وقت اسرع، وهذا بعد راح يوفر وقت على المتعامل يعني. دكتور نحن
نتمنى لكم التوفيق. ألف ألف مبروك مقدما، وإن شاء الله يا رب يعني تكون بادرة خير عليكم، وإن شاء الله راح تشوفون بنهضة ونقلة نوعية في تقديم الخدمات اللي خاصة بالتراخيص المهنية. شكرا لك دكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا. العفو، الله يسلمك. شكرا. إذن جزاه الله خير دكتور، يعني أنا ساحبنا في نص الزحمة، أنا أدري عندك فاصل ولا أكمل؟ فاصل الحين عندنا محمود، إن شاء الله بعد الفاصل بنكمل وياك. خلاص أنا أترياكم بعد الفاصل إن شاء الله، بنتعرف على المشروع الثاني اللي هو أيضا من المشاريع المميزة جدا، يعني مشروعين تقنيين مختلفين تماما، ولكن أثرنا نطلقهم في يوم واحد لأن هذا عبارة عن مستقبل الصحة. المشروع الثاني يهم الجمهور بشكل كبير، يمكن هذا المشروع اللي تكلمنا عنه مشروع شريان هو خاص بالمهنيين والعاملين في القطاع الصحي سواء الحكومي والخاص، ولكن المشروع الثاني الجمهور راح يساهم بشكل كبير فيه. شو هو هذا المشروع؟ تابعونا بعد الفاصل. بعد الفاصل إن شاء الله مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل تمويان إن شاء الله، نرجع لتغطية أخونا محمود يوسف إن شاء الله، وبتعرفون شو البرنامج أو المبادرة الثانية اللي تم الجميع. فاصل إن شاء الله وبنواصل وياكم. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل 600551414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. نرجع مرة ثانية لزميلنا محمود يوسف في فعالية هيلث تشين وإطلاق. عرفنا المبادرة الأولى، الحين إطلاق المبادرة الثانية. محمود حياكم الله مستمعينا مرة ثانية، شكرا دكتورة عائشة. ما زلنا في فعاليات وأجواء هيلث تشين اللي موجود في الفيستيفال أرينا. إذا مثل ما قلت الدكتورة، تعرفنا على مبادرة شريان، الشكل الجديد لشريان برنامج التراخيص الصحية وأيضا ما يحوي من المميزات. الآن بنذهب إلى مشروع آخر، هذا المشروع يهم الجمهور بشكل كبير وأيضا العاملين في القطاع الصحي. المشروع القادم هو مشروع دبي هيلث بوكينج. نحن سمعنا عن booking.com لكن هيلث بوكينج هذا موضوع جديد. معايا هني الأستاذة ميسة البستاني، مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية. أختي ميسة، نتحدث هني عن هذا المشروع healthbooking.com. واحد يستغرب صراحة من الاسم، فياليت تعطينا نبدأ عامة عن هذا الموضوع. السلام عليكم جميعا. اليوم نطلق دبي healthbooking.com، هي أول منصة حكومية موثوقة من هيئة الصحة إلى العالم للبحث عن أي تخصص طبي أو أي طبيب من خلال منصة يتم استخدامها من المتعاملين أو المراجعين سواء كانوا في دولة الإمارات، في دبي، قادمين إلى الإمارات، سائح، مقيم، مستثمر، جميع الفئات وجميع الأعمار. هي منصة صديقة، يقوم المستخدم بالبحث عن أي تخصص طبي أو أي منشأة صحية أو أي طبيب، حجز موعد عن طريق هذه المنصة. المنصة ذكية، تقوم بإعطاء اختيارات متعددة للخدمات الصحية المتشابهة وتعطي اقتراحات بديلة إذا كان عنده موعد، إذا هو حاب يأخذ موعد في مستشفى معينة ولكن ما حصر فيها موعد، فتعطيه بدائل للتخصصات اللي موجودة. جميع الأطباء المدرجين في هذه المنصة هم مرخصين من خلال هيئة الصحة، فتعتبر هي منصة موثوق فيها. إن شاء الله المرحلة هذه بتكون هي مرحلة في إمارة دبي، ولكن نحن إن شاء الله بنطلع إلى العالمية، بتكون منصة تشمل جميع الخدمات الحكومية واللي في القطاع الصحي والخاص في دبي والإمارات. بيكون في إلها أفرع في الإمارات الثانية إن شاء الله، المستشفيات اللي في إلها أفرع في الإمارات الثانية بعد بتنضم في هذه المنصة. المستخدم بعد ممكن إنه بعد ما يزور الطبيب أو المنشأة الصحية يقيم أداء هذا الطبيب، يقيم أداء هاي المنشأة الصحية،
طبعا هذا بيساهم في رفع اداء هذه المؤسسه وبيخلق جو من التنافسيه ان الجميع يطمح الى الافضل، بالاضافه ان المنشأة المنظومه بتساعدنا ان احنا نعرف تغطيه الانشورنس، يعني هذا اي تغطيه عنده وتكلفه التغطيه واي مستشفيات هو ممكن يزوره من خلال النتورك اللي هو يتبعه والكثير من المزايا الموجوده في هذه المنظومه. طيب الفكرة جميلة جدا، أعتقد أنها قد تكون مشابهة إلى فكرة حجز الفنادق، حجز تذاكر السفر وغيرها من يعني المنصات الخاصة بالحجوزات، ولكن أن يكون عندنا يعني منصة للحجوزات بالنسبة للقطاع الصحي ينظم لي الأمر. فأنا أبغى أتكلم الحين، هل المنصة جاهزة 100% ولا هي راح تكون على مراحل؟ وإذا كانت على مراحل يا ليت تبلغينا شو هي المراحل اللي ممكن نشاهد فيها هذه المنصة كاملة، مثل ما ذكرتي أن أنتم تطمحون للعالمية من خلال هذه المنصة، فنبغى نعرف متى راح نوصل للعالمية. طبعا في المرحلة الأولى، في أي مرحلة مشروع جديد دائما المرحلة الأولى تكون مرحلة تقريبا يعني متوسطة. حاليا نحن ضمينا 30 منشأة صحية، هي عبارة عن 4 مستشفيات ولكن لها نتورك، يعني في بعض المستشفيات لها 17 عيادة أو 20 عيادة، بالإضافة إلى بعض مستشفيات هيئة الصحة وبعض العيادات اللي تتبع الرعاية الصحية الأولية. المتعامل مثل ما تفضل محمود قال إن المتعامل ممكن مثل دبي مثل booking.com إنه يختار الحجوزات الفنادق. بالفعل من خلال منصة دبي هاوس بوكينج المتعامل ممكن أنه يختار أو يفصل الباقة الخدمية اللي هو حاب أنه يحصلها من خلال مثلاً بالأسعار الخدمات الصحية، وممكن من خلال المنصة في المستقبل نربط هوية booking.com أو بعض المنصات الخاصة بحجوزات الفنادق حجوزات السيارات، نوسع نطاق الخدمة أنها تكون شاملة لأي طلب يكون في بال المستخدم أو حتى السائح اللي جاي اللي بي إلى إمارة دبي من الخارج وحاب أنه يجهز نفسه على ميزانية معينة لخدمة صحية أو حجز فندق أو سيارة، يعني أي مقومات هو المستخدم هو يستخدمها في إمارة دبي تكون موجودة من خلال منصة dubaihealthbooking.com. المنصة أعتقد بعد قليل إن شاء الله ممكن تكون متوفرة للجمهور، ممكن أنهم يطلعون عليها، ممكن أنهم ينزلون هذه المنصة عندهم، وأيضا من خلال هذه المنصة بيستخدمونها. أعتقد المرحلة الأولى في عدد معين من الخدمات أو مزودي الخدمات اللي ممكن من خلالها في مستشفيات معينة، ولكن مثل ما ذكرتي أختي ميسة المشروع راح يكبر إن شاء الله، بيضم القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل عام سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص، أيضا راح يضم في المرحلة الثانية جميع المستشفيات إن شاء الله في إمارة أو في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي هم أصلا هذه المستشفيات لها فروع أخرى في دولة الإمارات. آلية عمل النظام، أبغي بس شوية استفسر، يعني كيف راح يعمل النظام؟ النظام متاح على الويب سايت بعد مرحلة الإطلاق www.dubaihealthbooking.com. آلية الاستخدام طبعا هي بسيطة جدا، لأن مثل ما تفضل محمود وقال أن المنصة متاحة لاستخدام الجميع، وأنا أرد أقول أنها هي منصة صديقة جدا وبعدة لغات، نحن طبعا راعينا تعدد الجنسيات في هذه واللغات في هذه المنصة. بيسوي له كرييشن حق اسم مستخدم، أو ممكن يستخدم بطاقة الهوية ونسحب البيانات اوتوماتيكلي من خلال بطاقة الهوية، وينشأ له ملف للمرة الأولى، وبعدين يدخل في هذا الملف ويشوف الخدمات الصحية اللي هو حاب يضيفها في هذا الملف الصحي، ويبدأ عملية حدد المواعيد والاطلاع على التخصصات والمستشفيات اللي موجودة في المرحلة الأولى. لحين نحن نضم جميع المنشآت الصحية في إمارة دبي في هذه المنصة. جميل ميسا، أنا أبغي أقولكم فكرة جميلة جدا، يعطيكم ألف عافية عليها، إن شاء الله أيضا تلقى النجاح المطلوب، وأيضا هذه الفكرة
للأمانة العديد من الاتصالات كانت تجينا في البرنامج، حتى الدكتور عاشي يمكن تتذكر هذا الموضوع، يتحدثون أن عندهم بعض الملاحظات على مستشفيات معينة، عندهم ملاحظات على دكاترة معينين، عندهم ملاحظات. هذه بتعطينا من خلال هذا التطبيق ومن خلال هذه المنصة فرصة للتقييم والاطلاع بشفافية على على يعني شو يسمون الريت أو تقييم لكل طبيب أو لكل منشأة صحية. بالضبط. مثل ما تفضلت أخي محمود، المنصة فيها اختيار اللي هو تقييم أداء الطبيب وتقييم أداء المنشأة الصحية اللي احنا نسميها صوت المتعامل، ويتم مراجعة هذا التقييم من خلال المختصين، وبعدين ممكن أي حد يطلع إلى هذا الريفيو. نفس المنصات الأخرى الخاصة بحجوزات فنادق فيها كاستمر فيو، أنت كمستخدم تروم تدخل على الكاستمر فيو وتشوف هالمنشآت الصحية وشو اللي احنا نشوفه من وجهة نظرنا في هذه المنشآت الصحية. عادي إذا مش مبزينة بيزعلون منكم. إن شاء الله ما بيزعلون. لا، نحن نقول إن شاء الله بيكون حافز لهم لتحسين خدمات. لتحسين الخدمات. بالضبط، هي بعد خلق بيئة تنافسية للأفضل إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. نحن نتمنى لكم التوفيق أستاذ ميسة البستاني، مدير إدارة خدمات اللياقة الصحية أو اللياقة الطبية. نتمنى لكم التوفيق. نحن ما زلنا يعني نطلع على أو نتطلع حقيقة دكتورة لإطلاق هذين المشروعين. هذا كانت تغطية حصرية لبرنامج صحة وسعادة في إذاعة نور دبي، أنهم يطلعون قبل الكل، وهذه عبر قناة نور دبي، قبل الكل نحن جالسين نطلع على مثل هذه الخدمات. يعني ما في أي وسيلة إعلامية أو أي برنامج قبلنا يتحدث بهذا التفصيل عن مشروع شريان أو تطوير مشروع شريان يطلق بحلة جديدة بشكل جديد بالنسبة للقطاع الصحي، وأيضا عن هذا المشروع أو المنصة الجميلة اللي هي دبي هيلث بوكينج. دكتورة، يعني في حضور كبير حقيقة من القطاع الصحي الخاص، من الأطباء، من ممثلي هيئة الصحة في دبي، من المدراء التنفيذيين وأيضا الأطباء العاملين في هيئة الصحة في دبي، وكذلك عدد من الإداريين. وهذا الكلام ينعكس ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. جدا جميل. يعني تعرف محمود، يعني جدا، وأنا قاعدة بعرف أقيم يعني تقييم مستشفيات كثيرة، أطباء كثير، ونفس الوقت أحجز موعدية، يعني يقلل من وقتي، يعني أستفيد من وقتي أكثر، أعرف بدل ما أسير أسأل عن كل دكتور. هذا تقييم عام، يعني ما بسأل واحد، ناس وايد بتحط تقييماته. بالضبط. ونحن يعني نتمنى بعد، يعني دائما لما يكون هناك تقييم من قبل الجمهور من كذا، هو يعطي انطباع عن الخدمة بشكل كبير. صح. عن هذا الموضوع، ويعطينا يعني حتى يعطينا حافز بالنسبة لي باقي مزودي الخدمات انهم يهتمون بخدمة، ايوه، ويتنافسون اكثر فيها بالعميل نفسه اللي قاعد يعني ياخذ مثل هذه الخدمات الصحيه والطبيه. فعشان كذا نحن نقول دائما العميل دائما على حق، وهو بالفعل دائما على حق، وهذا ما يعني ترتكز عليه هذه المنصه، منصه دبي هيلث بوكينج. محمود ايضا بس عندنا مداخله اتصال. تفضل بخصوص التغطيه نفسها. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا اخوي، صباح الخير. صباح النور. عبد العزيز بن هويدن، ممكن تعرفنا على اسمك؟ عبد العزيز بن هويدن. هلا عبد العزيز بن هويدن، معروف مستمعنا الدايم، صباحك الله بالخير. الله يسعدك النور. اول حاجه اشكركم على هذا الموضوع والبرنامج، جميل جدا جدا والله. هذه الفكره اتذكر ياس اتداولها مع احد الاشخاص، لاني قاعد احتمال افتح شركه سياحه طبيه في ابو ظبي ما شاء الله، بتقييم الدكاترة والمستشفيات، وإعطاء الدكتور نجمة أو نجمتين أو خمس نجوم، والمستشفى نفس الشيء. هذا يحفز السياحة ورؤية الدولة بالسياحة الطبية. وأنا يعني أشكركم على هذا الإطراء الجميل وعلى المبادرات الجميلة اللي تقوم فيها حكومة دبي بالأخص.
من ناحيه تقييم المستشفيات. انا اخذت جزئيه منكم طال عمركم لاني توني ركبت السياره، فانا دائما اتمنى هذا التقييم يكون تقييم دوري ويكون تقييم شهري. التقييم يبدا من الدكتور وتقييم المستشفى ككل، حتى على مستوى حالته، ان كانت التنظيف، ان كان الغرف، ان كان ما للدكاترة. لان في بعض المستشفيات او العيادات الموجودة في إمارة دبي تروح لها تكون مهلهلة، ياخذ لك شقة في مكان معين ولما تدخل ما فيها ذاك النظام، ما فيها ذاك السيستم او الاهتمام، خاصة ان المنشأة صحية يريده دائما. فبرضو جزاكم الله خير، هذه التقييمات تعطي حافز كبير للمستشفيات انها تقيم، يكون لها جوائز سنوية، ينعمل مؤتمر خاص بالمستشفيات بإمارة دبي وتكريم الدكاترة والمستشفيات بما يعطونه للمريض او المراجع. جميل. نحن عبد العزيز، انت كلامك نعم. جميل جدا، وهذا هو الغرض الرئيسي، لان المشروع هذا للامانه يعني انا اعرف الاخوان شغالين عليه من اكثر من سنه على اساس انه يرى النور بهذا الشكل. وايضا المشروع كذلك نحن نتحدث عن القطاع الخاص، هم يعني شريك استراتيجي في تزويد هذه الخدمات. الكلام اللي تفضل فيه نحن شاكرين لك فيه، وايضا ما في اصدق من تقييمات الناس للخدمات اللي هم يحصلونها. قد يكون هنالك يعني مثلا واحد يقيم بشكل شخص انه عنده مشكله وعنده شيء مع شخصي مع عياده ولا مع كذا، ولكن نعم. هذا ما راح ياثر على التقييم العام، لان معظم الناس هم بالفعل صادقين في تقييمهم. معظمهم اذا ما كانوا الاغلبيه العظمى بيعطون الريت الصح لمثل هذه الخدمات. وايضا مثل ما انت عندك مشكله عزيزي المستمع او ما كان عندك مشكله في خدمه معينه وشفت خدمه زينه بالضبط، بعد اشكر هذه الخدمه الزينه، فهي منصه ما بين ما بين العطاء وما بين التقييم وما بين ايضا وضع هذه المنشاه بالشكل السليم اللي هي ممكن الواحد انا دائما الصحه في دولة الإمارات تأخذ الريادة في كل شيء. أنا أعتقد أعتقد الحين دكتورة تستحي الله يحفظك. شكرا على مداخلتك أستاذ عبد العزيز، مشكور. بس هو عشان وقت البرنامج داهمنا دكتورة، سامحني بس. لا بالعكس، مشكور على المداخلة صراحة. باكر عبد العزيز إذا عندك وقت بعد تداخل معانا إن شاء الله بنكون في الاستوديو، وأيضا بنحاول نركز على أكثر على هذه الخدمات غدا إن شاء الله على حسب توفر أو حسب وقت الدكاترة. شاكرين لكم مستمعينا الكرام، شكرا للدكتورة. شكرا محمود على التغطية. تنهينا البرنامج من عندك، وسامحونا نحن لأن دخلنا في أجواء هذه الفعالية. بعد قليل إن شاء الله سوف يتم إطلاق هاتين المبادرات. شكرا، كل التوفيق نتمنى لكم إياه. شكرا محمود على تغطية مباشرة من فعالية هيلث تشين وإعلان عن إطلاق مبادرتين. اليوم كان ويانا في التغطية أخونا محمود يوسف. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية البرنامج، إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الوقت الساعة 10. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، في الإخراج يوسف سبيل عيسى سبيل، ويانا كان في بث مباشر زميلنا محمود يوسف. ومني أكبر تحية دكتورة عاش البسطي، نلقاكم باشر إن شاء الله. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.